الطريق الرابط بين تقاطع طريق الباطنة السريع ودوار الخابورة بطول 15 كيلومترا تقريبا من أهم الطرق الحيوية في ولاية الخابورة بدأت ملامحه المبدئية في الظهور. الحمد لله رب العالمين إن بدأنا نشوف هذه الملامح، وأيضا نلاحظ أن العمل فعلا يتحرك بوتيرة متسارعة. هذا الشارع بيعمل نقلة نوعية في الخابورة، بما أنه في منطقة حيوية فيها جميع الدوائر الحكومية موجودة. اليوم يجري العمل في هذا الجزء الحيوي بوتيرة متسارعة لإنهاء جملة من التحديات التي يواجهها المواطنون بسبب عدم أهلية هذا الطريق في شكله السابق. طبعا هذا الشارع رايح يخدم الولاية بأكملها، زين، وكل المؤسسات الحكومية متواجدة في المنطقة هذه، ومن هنا من الدوار لين السريع. طبعا عبد العزيز بن حمد العجمي، ولاية الخابورة، محافظة شمال الباطنة.